من صور الاعتذار المقبولة، البعض ما يستطيع أن يعتذر بصورة مباشرة، لا يحسن لا الألفاظ ولا التعابير، وقد لا يحسن التصرف. فمن صور الاعتذار الإهداء، أنك تهدي شيء، الإيلام، يعني المقصد بالإيلام أنك تعمل وليمة، عزيمة، ضيافة لهذا الشخص. هذه من بعض الوسائل التي تقبل على أنها اعتذار وإن لم يعتذر الشخص بشكل مباشر.